وللمزيد من التحليل حول الموقف الأمريكي المتناقض تجاه الحرب في غزة ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكلي. أهلا بك أستاذ خالد معنا في القاهرة الإخبارية. أهلا بحضرتك أستاذة منى. أستاذ خالد، في ضوء المشهد الفلسطيني الإسرائيلي المتأزم وارتفاع حدة التصعيد وتيرة العنف في قطاع غزة، نتابع الموقف الأمريكي ما بين يعني مؤيد بشكل تام وقاطع ودعم لا محدود لإسرائيل، ثم دعم لوقف إطلاق النار أو لتهدئة الأوضاع، ثم مرة أخرى يعود ويغير من مواقفه ويدعم العدوان مرة أخرى على غزة. يعني برأيك كيف يمكن أن نحلل هذا الموقف المتأرجح في السياسة الأمريكية تجاه غزة؟ يعني بداية الموقف الأساسي والأصلي هو الدعم الكامل المطلق لإسرائيل بناء على ما صرح به الرئيس بايدن ووزير خارجياته كلينتون وحتى وزير الدفاع أوستن وكافة كبار المسؤولين الأمريكيين. يعني هذه مسألة تعتبر محسومة داخل الولايات المتحدة، وإن كان لا يمكن إنكار أنه قبل حتى يوم 7 أكتوبر وبداية حرب غزة العلاقات لم تكن على أفضل ما يعني ما هو متوقع بين إدارة الرئيس جو بايدن ورئيس الحكومة الحالية في إسرائيل بنيامين نتنياهو لأسباب عديدة، سواء يعني بمعارضة إدارة بايدن للإصلاحات القضائية التي كان يرغب بها نتنياهو، وكذلك ضمه في العديد من العناصر المتطرفة والمتشددة في حكومته مثل وزير الأمن الداخلي غفير بن غفير ووزير المالية سموتريتش. يعني هذه شخصيات في الإدارات والإدارة الأمريكية الحالية كانت ترفض التعامل معها واستقبالها بشكل رسمي، وبايدن أيضا حتى الآن يعني لم يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض منذ تولي منصبه. ولكن بعد وقوع هجوم 7 أكتوبر ويعني الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها إسرائيل بمقتل هذا العدد الكبير من الإسرائيليين لأول مرة ربما في تاريخ هذه الدولة منذ 75 عام، رأينا تحول كبير في الموقف الأمريكي. بايدن يسرع ليكون أول قائد أجنبي أو زعيم أجنبي يزور إسرائيل لإبداء التضامن معها، وبالطبع فوق ذلك تدفق غير مسبوق في الأسلحة والقنابل التي تستخدم عمليا في قتل الفلسطينيين في غزة على مدى الشهرين الماضيين. يعني نحن اليوم للأسف الشديد في اليوم 60 لهذه المجزرة، لهذه الإبادة الجماعية للفلسطينيين. ولكن ربما الجديد هذه المرة أستاذ منى هو التحول في داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو ما يمثل عامل ضغط على الإدارة الأمريكية الحالية من ناحية أن الأجيال الجديدة على الأقل من الأمريكيين في الجامعات في مراكز الأبحاث داخل الكونغرس لا ترى ضرورة حتى التيار يساري في الكونغرس أيضا والديمقراطيين وبعض وعدد كبير ما يسمونهم نعم. بالتيار التقدمي أو نعم. يعني داخل الحزب الديمقراطي هؤلاء لم يعود يرون يعني هذه النسخة المقبولة من الدعم الأعمى لإسرائيل، خاصة أن العالم كله يشاهد يعني ويرى هذا الكم من القتل للأطفال الفلسطينيين للسيدات الفلسطينيات. وبالتالي يعني حتى مع الموقف الأمريكي الرسمي وربما يعني المتفق عليه داخل الولايات المتحدة في إدانة هجوم حركة حماس، فإنهم لا يرون ذلك مبررا لقتل عشرات الألوف من الفلسطينيين، أو أن القتل بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي إلى التوصل لحل دائم لهذا الصراع الممتد منذ نحو 8 عقود أنا آسف. فبالتالي يعني نرى أن بايدن نفسه بات يخشى من تأثير هذا الانقسام داخل الحزب الديمقراطي وبروز أصوات قوية وهذه المظاهرات الكبيرة التي نراها داخل الولايات المتحدة دعما للشعب الفلسطيني، كيف أن ذلك من شأنه قد يؤثر على فرصه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. حضرتك عارفة أستاذة منى أنه بداية من العام المقبل يعني نحن نتحدث في أسابيع ستبدأ عجلة الانتخابات في الولايات المتحدة بالانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح كل حزب، فعمليا يعني لم يكن هذا هو الوقت الذي يستطيع بايدن أن يتخذ فيه موقفا حادا من إدارة نتنياهو وطريقته لإدارة الحرب وكذلك ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. فبالتالي هناك عامل آخر يضغط على
الرئيس الأمريكي بايدن يتمثل أن من بين المحتجزين الذين تحتفظ بهم حركة حماس في غزة يوجد عدد من المواطنين الأمريكيين مزدوجي الجنسية، الإجمالي 10، تم الإفراج عن 2 حتى الآن. فهو يسعى أيضا الرئيس بايدن إلى الإفراج عن هؤلاء. طيب. وهو على ثقة أن استمرار القتل بهذه الطريقة لن يساعد في إطلاق سراح أي من الأسرى الأمريكيين أو إسرائيليين. يعني أليس هذا أيضا سببا كافيا لأن تضغط أكثر الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الحرب؟ بدلا من ذلك نحن نتحدث اليوم عن تغيير أيضا جديد في الموقف الأمريكي. الخارجية الأمريكية تصرح اليوم بأنه ليس لديها أي دليل بأنه إسرائيل تقتل ربما المدنيين عمدا في غزة. يعني ما الذي تريده؟ أي دليل تريده؟ ونحن نشاهد كل يوم مئات المشاهد والفيديوهات لقتل ولمجازر ولقصف، أي دليل تتحدث عنه واشنطن؟ يعني للأسف الولايات المتحدة بداية من بايدن مرورا ببلينكن ويعني مستشار الأمن القومي جاك سوليفان يرددون الرواية الإسرائيلية أن منظمة حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية وأنهم يتخذون من المقرات المستشفيات والمدارس يعني هناك أنفاق تحت هذه المباني وفي العديد من المساكن، وهذا هو المبرر الرسمي الذي تستخدمه إسرائيل من أجل تبرير هذا التوسع الكبير في تدمير المباني، تدمير تقريبا 60% من المباني الموجودة في قطاع غزة. ولكن سيد خالد، ألم يتم فضح كل هذه السيناريوهات وهذه المبررات يعني من قبل جيش الاحتلال؟ للأسف الشديد، يعني احنا حتى بنتحدث في شمال غزة حضرتك ان هو لما تم اقتحام مجمع مستشفى الشفاء والحديث وتصوير الأمر للعالم الخارجي ان قيادات حماس والأسرى الإسرائيليين موجودين داخل هذه المستشفى وفي أنفاق تحت غزة، كل ذلك ثبت كذبه. ولكن في النهاية يعني العمق العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وحقيقة أن الولايات المتحدة تعتبر هي الراعي الرسمي للكيان الصهيوني منذ طب عام 1948 سيد خالد عطن يجعلهم يصدقون هذه الروايات ويرددونها للأسف. يعني تتحدث عن عمق العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل، ولكن في الفترة الأخيرة سمعنا كثيرا عن ربما خلافات تدور بين واشنطن وتل أبيب، بين نتنياهو وبايدن. هل إذن هذه الخلافات هي خلافات حقيقية أم خلافات مزعومة؟ لا، هي خلافات حقيقية بلا شك، ولكن يعني مرة أخرى المسألة تتجاوز العلاقة السياسية العادية. يعني لا نستطيع أن ننسى أن الجالية اليهودية الأمريكية هي من أحد أكبر الجاليات وأكثرها تأثيرا. يعني ربما عدد اليهود الأمريكيين يعني في الولايات المتحدة يفوق ما عدد اليهود المقيمين في داخل إسرائيل نفسها، وهذا أمر تاريخي ومتجذر داخل الولايات المتحدة. ويعني نرى حتى اليوم قبل أن آتي إلى هنا الكونغرس الأمريكي للتو مرر قرارا يعتبر أن معاداة الصهيونية هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهذا أمر يعني طبعا مفضوح ومرفوض حتى من داخل الحزب الديمقراطي نفسه. لم يصوت غالبية أعضاء الحزب الديمقراطي لصالح هذا القرار رغم دعمهم لإسرائيل، ولكن المسألة مرة أخرى هذا عام انتخابات، ولكن المؤكد والمؤشرات تفيد أن الولايات المتحدة يعني على الأقل الإدارة الحالية بدأ صبرها ينفذ من إطالة أمد هذه الحرب، من الحرج الذي تتعرض له على الصعيد الداخلي وأيضا على صعيد علاقاتها العربية. يعني ما الولايات المتحدة برضو يعني حليفتها وليست فقط إسرائيل، الولايات المتحدة تحتفظ علاقات قوية مع مصر، مع السعودية، مع قطر، مع كل مع العديد من الدول العربية. فبالمؤكد أن ذلك يمثل عامل ضغط كبير على الإدارة الأمريكية، وبالتالي يدور أحاديث يعني حتى الآن غير رسمية أن ربما يكون أمام إسرائيل أسبوعين أو ثلاثة تحديدا حتى أعياد عيد الميلاد، يعني نتحدث عن 25 ديسمبر المقبل، قبل أن يتم التوصل على الأقل لهدنة أخرى تسمح باستئناف ولو محدود لعملية تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين كما رأينا من قبل، مع الأمل في أن يكون هناك على الأقل يعني فترة وقف لإطلاق النار لفترة طويلة نسبيا، وإن كان يبقى هناك العديد من الملفات المعقدة تتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وفقا للتصريحات التي نسمعها من نتنياهو. وهو أيضا أحد نقاط الخلاف مع الإدارة الأمريكية الحالية. نتنياهو قبل قليل عقد مؤتمر صحفي قال أنه مصمم على إدارة الشؤون الأمنية لقطاع غزة، وأنه لن يسمح بوجود أي قوات دولية أو عربية أو أي شيء
داخل قطاع غزة بزعم أن لا أحد يستطيع حماية أمن إسرائيل. هناك حديث عن اقتطاع جزء من قطاع غزة الصغير أصلا والمليء بالسكان تحت زعم إقامة منطقة آمنة تمنع وجود غزة أو تمنع وجود حركة حماس على الحدود مباشرة مع إسرائيل، وهذا في الواقع سفه. يعني ما هو يعني بوجود السور المتطور تكنولوجيا الذي تكلف مليار دولار لم يمنع حماس من قيام هذا الهجوم، فالاستيلاء على عدة كيلومترات من قطاع غزة والزعم أن هذه حدود جديدة استمنع الهجمات أمر لا يمكن تصديقه. فيعني فبالتالي أعتقد أننا قد نشهد خلال الأسبوعين القادمين تحريك مرة أخرى لمحاولة التوصل لهدنة جديدة على أمل التوصل لاحقا إلى وقف طويل لإطلاق النار.